يا صباح الخير على كل الشعب المصري، يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين. يوم جديد مليان بالتفاؤل والحب والديمقراطية والحرية. النهاردة يمكن ميدان التحرير بيستعد لاستقبال جمعة حرائر مصر وجمعة رد الشرف. بنتمنى إن شاء الله ما يكونش فيه أي خسائر وما يكونش فيه أي دم، ما يكونش فيه أي انتهاكات. بنتمنى إن شاء الله اليوم يعدي على سلام. واسمحوا لي في البداية كمان أصبح على زمايلي أشرف وإيمان. صباح الخير يا أشرف. صباح صباح الخير يا إيمان. الخير. صباح الخير صباح يا دينا. الخير. اتفضل صباح يا الخير إيمان. يا أشرف. النهاردة زي ما دينا قالت هيكون معانا فقرات كتيرة قوي، هيكون كمان معانا فقرة عن الانتخابات. امبارح انتهت المرحلة الثانية للانتخابات، يعني في الإعادة، ولسه منتظرين المرحلة الثالثة. هنتكلم النهاردة عنها مع الخبير الدولي لمراقبة الانتخابات الأستاذ أيمن سرور. معانا إيه كمان يا أشرف؟ صباح الخير دينا، صباح صباح الخير الخير. إيمان، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما مليان بالأمل والتفاؤل. عندنا فقرات لطيفة وخفيفة كده النهاردة، بنتابع كل الأحداث اللي بتحصل. أكيد ربنا سبحانه وتعالى مدينا عدة نعم، من ضمن النعم دي العين اللي احنا بنشوف بيها اللي قدامنا. وعندنا فقرة النهاردة خاصة بالأمراض الخاصة بالعيون والمرض اللي بيزيد حاليا في العالم كله، ويمكن في نسبة في مصر برضه، وهو مرض ان الانسان لا قدر الله انه يعمى او يفقد البصر. النهارده عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع مع الدكتور حسام خليل، استاذ طب وجراحه العيون جامعه عين شمس. كمان معانا فقره رياضيه. يمكن امبارح اتلعبت 4 مباريات مهمه في الدوري. غير كده كمان احنا في انتظار مباراه الاهلي مع مصر المقاصه، وهنتكلم عن المباريات اللي حصلت امبارح وتوقعات المباراه النهارده. طبعا اكيد الاهلي، فمصر كلها اكيد لازم تقعد تتفرج اذا كان الاهلي او زمالك. وهيكون ضيفنا النهارده كابتن اسامه خليل عشان نتعرف اكتر على توقعاته للماتش النهارده وعن تحليله للماتشات امبارح وعن كمان منتخب مصر اخباره ايه الايام دي. طيب كل ده هيكون معانا النهارده في نهارك سعيد، بس استنونا بعد الفاصل.